تتابعوا معنا فطور وسحور مع ريكابار. مرحبا بكم في فطور وسحور. اليوم خيرت لكم دي فيتي او طوم البنه. الوغ لهذه الوجبه واش لازم لي؟ لازم لي لا بات فيتي، راني قسمتها بالافيك رون بورتو بياس هكذا الدويرات. لازم لي لا كريم فريش، لازم لي طومات سيريز قسمتهم على زوج، لازم لي لا موتارد، زيتون كحل، فرماج رابي، اي بيان سور لو طوم. هذه المره خيرت الويل. اذا نفوتوا الوصفه. الو ننصحكم ان هاد لي ديسك هذوما ديروهم شويه في الكونجيلاتور. لا بات فيتي كي تكون في الكونجيلاتور وترموها ديريكتومون لو فور، راح الفيتاج تاعكم يجي الشباب. بعد هذا نزيد لا طومات. هاك لا طومات سوريز، اذا ما عندكمش تقدروا ديروا لا طومات نورمال. هاك ما تكثروش بزاف باسكو مازال لا غارنيتور. إذن بعد هذا راح نزيدو لا كريم فريش، نديرو شويه شويه. وصفه سهله. انا الفوق راني شعلته 180 درجه يكون سخون. فوالا. بعد هذا واش نزيد؟ نزيد لو طون، لو طون ا لويل. ها راح نصفيه من الزيت ديالو. وطبعا هذا الزيت ما ترموهاش، ننصحكم ديروا بها لا فينيغريت تجيكم بزاف بنينه. دوكا نديرو شويه فرماج. هاك بعد هذا نديرو الزيتون. نحطوا لي فيتي اوتون في الفوق ونشوفوهم واجدين. لي فيتي اوتون تاعي راهم واجدين بيان كروستيون مع شريبه. واش نقول لكم، شهيه طيبه.